يا صباح الخير والسعادة والبركة عليكم جميعا، يومكم يا رب وأيامنا كلها خير. كل سنة وحضراتكم دايما طيبين ودايما بخير، ودايما يا رب كل أحلامكم متحققة. ابتدوا اليوم النهاردة كده في بداية سنة هجرية جديدة بدعوة حلوة، إن شاء الله يا رب تكون سنة شايلنا كل الخير والسعادة، اللهم أمين. يا صباح الفل يا نهاد، كل سنة وإحنا دايما طيبين يا رب. كل سنة طيبة، وكل الشعب المصري وكل الشعب الإسلامي والعربي طيب وبخير كده. سنة هجرية سعيدة عليكم، يعني تلاقي فيها كل الخير والتفاؤل يا رب. معانا فقرات كتيرة النهاردة ومتنوعة إن شاء الله تعجبكم، معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10. النهاردة الجمعة زي ما احنا عارفين، ودايما بنحاول ان احنا نقدم لكم كل ما هو جديد يوم الجمعة. بس خليني سريعا افكركم صفحتنا على الفيسبوك اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، ودايما في انتظار تفاعلكم معانا، ودايما كده بنحبهم يتواصلوا معانا. ايوه طبعا، احنا في بداية اليوم بنهنيكم وبنهني كل مصر والأمة الإسلامية والعالم كله بالعام الهجري الجديد. كل سنة واحنا دايما طيبين وبخير وفي سلام وبأمان، وسنة سعيدة وخير وأمان على مصرنا الحبيبة والغالية وكل العالم. امبارح خلوني اقول لكم ان دار الافتاء المصرية اعلنت ان اليوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي الحجة 1443 هجرية، وبكرة بإذن الله هو غرة شهر المحرم 1444 هجرية. طبعا ذكرى الهجرة النبوية هي من أعظم وأهم الذكريات اللي سجلها التاريخ الإسلامي، لأنها طبعا بتفكرنا بمعاناة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه من الظلم والاضطهاد والتضييق من أجل نشر الدين، لحد ما أمر الله تعالى بالهجرة علشان تكون السبيل للخروج من الأزمة، علشان نبدأ انطلاقة الدعوة الإسلامية من مكان جديد لكل بقاع العالم، علشان ترسخ لمعاني ومفاهيم وعبر إيمانية جديدة لم يشهدها العالم من قبل. كل سنة وحضراتكم دايما طيبين وبخير وفي سلام وبأمان. كل سنة وانتم طيبة تاني يا لميس. ويعني ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من أهم الأحداث التاريخية للأمة الإسلامية والعربية، لأنها فرقت بين الحق والباطل وأكدت في كل مراحلها الحقيقة أن الدين الإسلامي دين محبة وسلام وتسامح. عاوزين كده نستلهم من الذكرى الجميلة دي دايما روح الإصرار وروح الإخلاص والتفاني والكفاح والعمل، لأنها نموذج عملي في إخلاص النوايا لابتغاء وجه الله تعالى. عشان كده كانت الهجرة محطة مهمة جدا في انتشار الدين الإسلامي. واللي ما يعرفش كتير في التقويم الهجري بيعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، عشان كده هنلاقي أن العام الهجري بيكون أقل من العام الميلادي ب 11 يوم، وبكده السنة الهجرية هتكون 354 يوم تقريبا، يعني غير السنة الميلادية طبعا. إن شاء الله يكون العام الهجري الجديد عام كله خير وبركة علينا كلنا يا رب. يا رب، اللهم أمين، تكون سنة كده شايلنا كل حاجة بنتمناها يا رب. طيب خلونا بقى نتابع معاكم كده فقراتنا ونقول لكم على مدار الحلقة النهاردة إيه اللي هتشوفوه. في البداية بنكون مع فقرتنا الرئيسية الصحفية ومجموعة من أبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف. ضفنا في فقرتنا الصحفية النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. أما بقى فقرتنا التانية يا لميس، هنعيش فيها كده دقايق روحانية جميلة مع الافتهالات الدينية والإنشاد، وده احتفالا بالعام الهجري الجديد، وهيكون ضفنا فيها المنشد المبتهل الشاب أحمد عادل. فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين هتكون فقرة دينية. النهاردة هنتكلم عن هجرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والدروس والعبر من الهجرة، وهيكون معانا ضفنا الأستاذ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. هي دي فقرات يومنا النهاردة. تعالوا بقى نبدأ نتعرف على حالة الطقس من خلال درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. ها
تعالوا بينا كده نتعرف على حالة الطقس النهاردة. وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أما حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. تعالوا بينا نروح نتعرف على درجات الحرارة، نبتدي مع بعض بالعاصمة القاهرة اللي هتكون العظمى فيها 36 أما الصغرى 25، الإسكندرية 33 24، الإسماعيلية 37 23، الدقهلية 36 25، الغردقة 39 28، والمنيا 38 24. وبالنسبة كمان لبعض العواصم العربية والعالمية، فدرجة الحرارة في الرياض هتكون العظمى 41 أما الصغرى 29، في أبو ظبي 38 32، أنقرة 35 18، لندن 27 16، واشنطن 31 21، وأخيرا بكين اللي هتكون العظمى فيها 31 أما الصغرى 23. بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس النهاردة، تعالوا كمان نشوف أسعار العملات والذهب وصلوا لإيه. ونبدأ بالعملة والدولار الأمريكي، سعر الشراء النهاردة سجل 18 جنيه 89 قرش، أما البيع 18 جنيه 95 قرش. بالنسبة لليورو النهاردة الشراء 19 جنيه و10 قروش، أما البيع 19 جنيه 39 قرش. الجنيه الاسترليني سجل النهاردة 22 جنيه 86 قرش للشراء، أما البيع 23 جنيه و10 قروش. الريال السعودي 5 جنيه وقرشين ده للشراء، أما البيع 5 جنيه و4 قروش. أخيرا الدينار الكويتي سعر الشراء النهاردة وصل ل 59 جنيه و20 قرش، أما البيع 61 جنيه و73 قرش. ننتقل بقى لأسعار الذهب، ونبدأ بعيار 18 اللي سجل 855 جنيه، واستقر عيار 21 عند 997 جنيه، أما عيار 24 النهاردة وصل ل 1139. أخيرا الجنيه الذهب سجل النهاردة 7976 جنيه. تعالوا نبدأ يومنا كده بمجموعة من التمارين الرياضية نحاول نتنشط معاهم على الصبح. خلونا نشوف محضرين ايه. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدينا. النهاردة هنعمل تمارين تقوية لعضلة الصدر. عضلة الصدر والكتاف من العضلات الكبيرة المهمة اللي ناس كتير قوي بتهملها، وبسبب ضعفها بيتأثر على الراوند شولدر، وفي نفس الوقت بتخلي شكل الجسم مش كويس. لما بنقوي عضلات الصدر كتافنا بتتفرد، ظهرنا بيتفرد، بيبقى شكلنا احسن. يلا بينا هنبتدي بالتسخين. انا هبتدي اول حاجه هسخن بيها ان انا هعمل استرتش اطاله لعضله الصدر. هزق ايدي للجنب وافتح صدري، اخد نفس واقفل تاني قدام، ادور ظهري تاني، هفتح لبره وادور ظهري. انا النهارده عامله التمارين على ركبي او على الارض علشان خاطر اسهل لكل الناس. 5 دقايق هنعمل فيهم التمارين دي، هنستفاد ان احنا هنقوي كتفنا وهنقوي ظهرنا. طيب اول تمرين معايا التمرين البوش اب كذا ليفل. انا ممكن ابتدي من على ركبي هنا، ايدي بوسع كتفي، كتافي فوق وش ايدي بالظبط. هنزل كوعي 90 درجه واطلع، هنزل لحد الارض واطلع. طيب انا حاسس ان انا مش قادر انزل، ممكن انزل قليل خالص. انا عندي كل المستويات 1 2 3 واطلع تاني. ممكن الموضوع بقى سهل، اقف على مشط رجلي وانزل واقف. ده التمرين ده ممكن نعمله 10 عدات 3 مرات. طيب ممكن اعمله بقى سهل، ممكن ازود فيه العدات. تمرين الضغط من التمارين اللي بتقوي المنطقه بتاعت الصدر والكتاف والابر باك. طيب هبتدي استخدم معايا ويت خفيفه قوي، ممكن استخدم ميه، ازازتين ميه او ازازتين رمل. ايدي في مستوى كتفي، ما تكونش اعلى ولا تكون تحت، تكون في النص. هقفل قدام وشي قدام كتفي بالظبط وارجع افرد لبره تاني. تاني 2 3 مع النفس بفتح صدري وباخد النفس، اقفل ايدي واطلع النفس من جوه. 10 عدات 3 مرات. التمرين اللي بعده 90 درجه كوعي، وايدي الزاويه بتاعت كوعي مع الدراع 90 درجه، وهزق ايدي قدام وارجع 90 درجه. 10 عدات
ثلاث مرات. طيب هعيد معاكم الثلاث تمارين تاني. اول تمرين تمرين الضغط البوش اب، ايدي وسع كتفي نفس الوسع بالظبط، ما بيكونش اوسع قوي ولا ضيقه قوي، هنا بالظبط، وكوعي لبره وبنزل اضغط 90 درجه، كوعي يبقى 90 درجه واطلع 10 عدات او 15 عده ثلاث مرات. شايفين ظهري؟ محدش يدور ظهره ومحدش يرجع لورا، كلنا كتفي فوق مستوى ايدي بالظبط. التمرين اللي بعده اللي هستخدم فيه الوزن باتر فلاي، زي بالظبط الفراشه، ايدي للجنب وبقفل قدام كتفي. التمرين الاخراني اخر تمرين معانا كوعي 90 درجه، هزق لقدام وارجع 90 درجه، ازق لقدام وارجع 90 درجه. 10 عدات ثلاث مرات كده انا قويت عضله الصدر الكتاف والابر باك كلهم، وهنحس بفرق لو عملنا التمارين دي ثلاث مرات اسبوعيا، كل تمرين 10 عدات ثلاث مرات، ما ننساش. صباح الخير عليكم. يا رب كده تكونوا قمتوا وتنشطتوا معانا وعملتوا تمارين هتفرق معاكم جدا في خلال يومكم وفي صحتكم عامه. اما دلوقتي بقى فجي ميعاد موجز اخبار صباح البلد اللي هتقدمها لنا زميلتنا هند. شكرا نهاد، صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، والان موعدنا مع موجز لاهم واخر الاخبار. تواصل وزاره الصحه والسكان اليوم اطلاق قوافلها الطبيه المجانيه بمحافظه الشرقيه، وذلك ضمن مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه. واوضحت الوزاره في بيان لها ان القوافل الطبيه تشمل الكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبيه. تطلق وزارة الأوقاف اليوم وحتى 4 أغسطس المقبل عملية توزيع 60 طنا من لحوم الأضاحي كدفعة ثالثة على عدد من المحافظات، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 205 أطنان من لحوم صقوق الأضاحي. وقد يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صقوق أضاحي الأوقاف. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى لملتقى مدينة الثقافة الدولي للنحت على الرخام بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة. يشارك في الملتقى الذي تستمر فعالياته حتى 9 أغسطس المقبل مجموعة من النحاتين من تونس ومن الدول الصديقة والشقيقة. ورياضيا، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة منافسه فريق المقاولون العرب غدا، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز. يدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز 16 برصيد 24 نقطة. تتوجه بعثة منتخب الأولمبياد الخاص المصري لكرة القدم النسائية الموحدة اليوم إلى مدينة ديترويت الأمريكية، وذلك للمشاركة للمرة الثانية في كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة خلال الفترة من 31 من يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، وذلك بمشاركة 22 منتخب، 10 للرجال و12 للسيدات من برامج الأولمبياد الخاص من حول العالم. بشكر حضراتكم على المتابعة، بكده بيكون انتهى موجز أخبارنا، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا وبعد الفاصل قراءة في أهم الأخبار وجولة في صحافة النهاردة مع ضيفي الكريم الأستاذ علي حسن رئيس تحرير ورئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط. مرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي حسن رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الفل أستاذ علي، وكل عام وحياتك طيب وبألف خير، عام هجري جديد سعيد كله نجاح إن شاء الله بإذن الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم كله. يا رب ومصر بصفة خاصة كمان أكيد أكيد طبعا مصر
مصر دايما في القلب كده زي ما بنقول. طبعا طبعا عندنا مجموعه من الاخبار المتنوعه استاذ علي، هنشرف بقراءه حضرتك التحليليه واكيد المعلومات المستفيضه من حضرتك، وهنبدا جولتنا الاخباريه مع حضرتك والساده المشاهدين باجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي واللي انعقد برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بمدينه العالمين الجديده. خلال الاجتماع اشار مدبولي الى جهود الدوله المستمره في التعامل مع تداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه الحاليه وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في هذا الشان، والتي شملت التوسع في اجراءات الحمايه الاجتماعيه من خلال بدء تفعيل حزمه حمايه اجتماعيه استثنائيه تستهدف المواطنين من فئه محدودي الدخل، وذلك في اطار الجهود المبذوله للتخفيف من حده مثل هذه الازمات عن كاهل هذه الفئه ورفع الاعباء عنهم بما يضمن لهم حياه كريمه. يعني انا هاخد من اخر الخبر استاذ علي حياه كريمه، حياه كريمه لو هي مش مجرد مبادره انسانيه راقيه، ولكن هو وكانه بقى شعار للدوله المصريه دلوقتي، وهو اتاحه حياه كريمه لكل المواطنين طبعا اكيد المستحقين للرعايه والاهتمام والاكثر احتياجا في هذه الظروف الحرجه جدا من العالم كله وتحديات اقتصاديه كبيره جدا. كيف رأيت وتابعت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتساع مظلة الحماية الاجتماعية والقرارات اللي شملت العديد ملايين الأسر اللي هتنضم لبرنامج تكافل وكرامة والعديد من القرارات الأخرى في هذا الوقت الراهن الدقيق جدا؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة مصر وهو يضع نصب عيديه العناية الكاملة والتامة وإصدار التكليفات المستمرة والمتواصلة لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل وتوفير الحياة الكريمة لهم من مسكن، وإذا كان محتاج دخل شهري، إذا كان تيسيرات من أجل تعليم أبنائهم وإدماجهم في الحياة الكريمة في المجتمع، المناطق الغير آمنة التي أزيلت، كل هذه الأشياء طبعا سبق الوقت. الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم أزمة مماثلة منذ عدة سنوات، وهي أزمة كورونا التي ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد في معظم دول العالم، الذي حقق معدلات نمو سلبية. فيما استمرت مصر بفضل نجاحها في خطط الإصلاح الاقتصادي منذ أن تولى الرئيس السيسي فبالتالي جنينا ثمارها بأن احنا بالفعل حققنا أيضا معدلات نمو إيجابية. مظبوط. وكنا في مقدمة دول العالم التي نجحت في هذا الأمر، ومن ثم أعطى هذا الأمر للدولة والحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذه الأسر ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. والحمد لله عدت أزمة كورونا بنسبة كبيرة، الناس برضو لازم تحتاط وكده زي ما احنا شايفين، لان برضو فيه عودة، لكن مرينا ايضا بازمة لا دخل لنا بها على الاطلاق، وهي الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية الحقت اضرارا اقتصادية بالغة بالغالبية العظمى من دول العالم، التي تأثرت تأثرا سلبيا كبيرا، وده شيء خارج عن ارادة الجميع، لا دخل لنا ولا لأحد فيه. ولكن الدولة المصرية والحكومة المصرية اعتادت أن تدير مثل هذه الأمور باحترافية عالية جدا وبشكل علمي محترم مشرف يحافظ على الأسر المصرية الأكثر احتياجا. يمكن في ظل الرقمنة وفي ظل دخولنا كلنا كمواطنين المصريين على شبكة المعلومات الخاصة بالحكومة بيقدر النهاردة اكتشفوا أن في أسر بأعداد كبيرة جدا، بس حوالي 900 ألف أسرة محتاجين بطائق تموين وما عندهمش، سيتم توفير هذه السلع لهم، سيتم شهريا تقديم إعانات، تقديم إعانات للأسر، بيعملوا كرتونة بتتكلف 120 جنيه، المواطن بتتباع للأسر الأكثر احتياجا ب 50 جنيه كنوع من المساعدة. المساعدات متواصلة، الحكومة لا تغفل أبدا عن المواطن، لا سيما أهالينا اللي هم الأكثر منا احتياجا في توفير السلع لهم وفي توفير الخدمات لهم. لكن تزامن مع هذا الأمر شيء عظيم جدا ولفت وبهر أنظار العالم، إن في لما جت الرئيس عبد الفتاح السيسي
كان حط خطة وكلف بها الحكومة ونجحت نجاحا كبيرا، وهي زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالي نجحت هذه الخطة في سد جزء كبير جدا من الفجوة الغذائية الزراعية. يعني عندنا الآن من يعني اكتفاء ذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها الرز، اكتفاء ذاتي من الرز، اكتفاء ذاتي من السكر. لكن أكتر خبر أسعدني في الحقيقة، إحنا كنا بنستورد 65% من القمح من الخارج، حاليا بنستورد 35% وبننتج 65%. لكن الخطة اللي الدولة ماشية عليها سيكون هناك اكتفاء ذاتي من القمح خلال عامين. ده أكتر خبر أسعدني. أكيد. ولا يمكن أقول لحضرتك ده كان حلم أستاذ علي. طبعًا. لما رحنا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في موسم حصاد القمح في توشكا. ولقينا مساحات شاسعة من الأراضي مزروعة قمح، ومش رايحين نحط حاجة على الأساس، لا، ده رايحين نحصد. رايحين نحصد القمح. يعني مش مجرد، لا، ده حلم تحقق، مش مجرد مشروع هيتحط، لا. فاحنا دايما بنروح نلاقي الانجاز تحقق. يعني كل الافتتاحات اللي بيقوم بها السيد الرئيس بتكون عباره عن انجازات تحققت، رايح سياده الرئيس يفتتحها او تخرج الى النور ليستفيد بها المواطن، مش مجرد حبر على المرأة كما كنا نقرا من ذي قبل الامر. لا، معلش اطول، لا اطلاقا. احنا يعني ختاما بقول لحضرتك ان مشروعات التنميه اللي هي تهم المواطن كنا قد اعتدنا عبر عقود كثيره ماضيه انها قاصره على القاهره الكبرى، على عواصم المحافظات، بعض المحافظات والباقي مهمش بصدق. الآن التنمية تشمل مصر، كل مصر. يعني مشروع حياة كريمة، القرى والنجوع وهذه الأشياء النهاردة بتشمل 56% من ربوع مصر. الأماكن اللي هي كانت مهمشة تماما وفيها يعني تقريبا 56 مليون مواطن هيستفيد. لكن عايز أقول إن والخطة ماشية في مختلف محافظات مصر. حضرتك هتروحي هتلاقي حاجه جميله جدا، مشروعات حياه كريمه موجوده على ارض الواقع حاليا، والناس شغاله بشكل كبير وعظيم ويبشر بالامل. يعني دايما كده مصر زي ما حضرتك بتقول استاذ علي، ان احنا مش بنتكلم على مشروعات مستقبليه، احنا بنتكلم عن مشروعات صحيح مستقبليه، لكن احنا بنبدا من دلوقتي وجاري تحقيقها، وكمان دلوقتي بنشوف الانجاز على ارض الواقع. صحيح. طيب استكمالا للخبر الاولاني استاذ علي، خلينا نروح للمؤتمر الصحفي بقى اللي تم عقده بعد هذا الاجتماع، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس الخميس اجتماع، واللي قال فيه انه سيتم وفقا توجيه رئيس الجمهورية طرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية شهريا بسعر 50 جنيه للمواطن، في حين أن تكلفتها الأساسية 120 جنيه، أي أن الدولة سوف تتحمل 70 جنيه. وأشار في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الإجراءات بحد أقصى نهاية شهر أغسطس لبدء التفعيل، وأكد أن قاعدة البيانات أوضحت أن هناك 620 ألف أسرة ليس لديهم بطاقات تموين ويستحقوا الدعم، وسيتم صرف الدعم الاستثنائي لهم، موضحا أن زيادات أسعار السلع تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، موضحا أنه تم وضع حزمة استثنائية لمدة 6 شهور، حيث سيتم ضخ 1 مليار جنيه شهريا يستفيد منها 9,100,000 أسرة على بطاقات التموين وكارت ميزة، وسيتم صرفها في صورة سلع. وأوضح أن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة الشديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل، وتم وضع مجموعة من المقترحات على رئيس الجمهورية، أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ل5 مليون أسرة، بما يعني 20% من الشعب المصري، تتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر لهم. الحقيقه استاذ علي، يعني استكمالا للنقطه اللي حضرتك كنت تتحدث فيها منذ قليل، احنا دوله افعال لا اقوال. صحيح. وعندنا كافه اشكال الدعم، عندنا الدعم النقدي والدعم العيني في صوره سلع ايضا. صحيح. بيتم دراسه الحالات بسرعه شديده، وعندنا احصائيات ومنتشره في كل ربوع مصر، ورغم كل الازمات الاقتصاديه ورغم التحديات اللي كنا بنتكلم فيها منذ قليل، الا ان في
إرادة قوية لدى الدولة المصرية بالوصول لمستحقي الدعم علشان تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار، وأيضا فكرة تدخل الدولة دايما أستاذ علي بنحس إن هو بيضبط الأسواق، يعني لما بيكون في تدخل من وزارة التموين وزارة التضامن بوجود سلع وضخ سلع، مثلا شفنا كراتين البيض أو حتى أي سلعة بيكون في عليها ارتفاعات في وقت ما، بتحس إن الدنيا لأ بتستقر، وهو ده دور الدولة في الرقابة بقى. يعني كمان يعني فندم فعلا الدولة بتتعامل مع كل هذه الأزمات باحترافية عالية جدا بشكل علمي كبير. يعني أذكر فندم من حوالي 5 سنوات مثلا شفنا ظاهرة كانت في يعني فيها شق مضحك، إن بعض التجار حجبوا مجموعة من السلع، لقينا الليمون بيوصل 120 جنيه لقينا البطاطس وصلت 50 جنيه، لقينا كذا ما اعرفش برضو حاجة كده. مع ذلك بفترة وجيزة جدا لقينا افتتاحات لمشروعات زراعية بمئات الآلاف من الأفدنة. قضينا تماما على جشع بعض التجار وسيطرتهم على الأسواق على هذا النحو، والسوق عرض وطلب أصبح فيه متوافر ونزلت المنتجات الزراعية بشكل كبير جدا. استطعنا أن احنا نقضي على هذه الظاهرة لولا الزراعات الكبيرة جدا اللي تمت، كان زمان الأسعار الخضر النهاردة أضعاف ما كانت عليه من ذي قبل. لا الآن الأسعار الخضر تكاد تكون ثابتة أو انخبطت في بعض الأمور. عايز أقول يعني أن كل الأزمات بيتم التعامل معها بشكل فوري وبشكل عاجل وبشكل علمي محترم، لكن بقول إن الفقراء ومحدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية في حدقات أعين السيد رئيس الجمهورية اللي بيوليهم كل عناية ورعاية واهتمام، وتوجيهاته المتواصلة بحكومتنا النشطة الدكتور مصطفى مدبولي لا يكف عن مناقشة هذه الأمور وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بهذا الشأن خلال اجتماعاته المتواصلة مع مجلس الوزراء. أكيد، وحضرتك بتتكلم أستاذ علي، يعني تذكرنا المؤتمر الصحفي الهام اللي تم عقده بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولف شولتس قبل إجراء حوار بيترسبرغ المناخ، وكان في أحد الصحفيين بيطرح أسئلة حول حقوق الإنسان في مصر والأسعار وهكذا، فرد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إن إحنا ما نقدرش نعلي الأسعار على المواطن زي ما بيتم في أوروبا، لكن إحنا صحيح. عندنا ظروف خاصة بينا، فإحنا دايما صحيح. عندنا برامج الحماية الاجتماعية ولازم ناخد بالنا من المواطنين لأنهم مش هيقدروا يستوعبوا هذه الكلفة وارتفاع الأسعار لوحدهم، فيمكن صحيح. ده اللي أكد عليه السيد الرئيس. يعني عايز آخر الشهر أهالينا البسطاء اللي هم زي ما قلنا الأكثر احتياجا، عايز آخر الشهر يلاقي حصته التموينية اللي بياخد منها العيش بياخد منها الرز بياخد منها المكرونة وهكذا، والكرتونة اللي هي الحكومة قررتها مزبوط. وأيضا في انتظارها عشان سد احتياجاته واحتياجات أسرته. فيعني الدولة حريصة إن فعلا الآثار السلبية اللي أثرت على العالم كله ده شيء خارج عن إرادتنا جميعا، لا الدولة بتتدخل من أجل مساندته وحمايته وحماية هذه الأسر للحد من الآثار السلبية اللي بتعاني. والحقيقة الأمر الجيد أيضا أن هو هيتم التنفيذ الفعلي على طول من شهر أغسطس، فيعني لم ننتظر فوراً. كثيرا أو فورا يعني لا مش هننتظر كثير بالضبط، لكن الكل في الحقيقة ويا برضو لازم نشير لأن أيضا الدولة المصرية في ذات الوقت لا تألو جهدا في التواصل والتعامل مع كافة الأطراف الدولية ذات الصلة من أجل العمل على إيجاد حل سياسي ووقف هذه الحرب وإيجاد حل سياسي توافقي لها ووقف هذه المعارك في الحقيقة التي يعني أضرت ضررا بالغا وأدت لارتفاع الأسعار الباهظ في جميع دول العالم. الأسعار زادت جدا في العالم كله بيعاني معاناة كبيرة جدا. يكفي حضرتك ان برميل البترول اللي كان ب 40 بقى ب 120 وطبعا النقل وايضا التدفئه عندهم في اوروبا والحاجات دي كلها والشحن والكلام ده صعب جدا. التامين على الشاحنات اصبح مبلغ مبالغ فيه جدا عده اضعاف مضاعفه، ده ايضا بيتحمل على السلع وبيتحمل على المواطن الحد من عمليات التصدير والحد من عمليات الاستيراد. ايه اللي هيحصل في اوروبا لما داخلين على الشتاء؟ مظبوط، ده هم حتى بيواجهوا زياده الاسعار ونقص الغاز بترشيد الاستهلاك، يعني هو المواطن الاوروبي بطبعه هو اصلا يعني ما بيستهلكش كتير، يعني هو مرشد فيه، فتخيل حضرتك بقى كمان ان هم عايزين الترشيد ترشيد الترشيد كمان يعني. ايوه، فبقول احنا الحمد لله عندنا في مصر نحن نعترف بان في فعلا ازمه عالميه ونعترف بان احنا متاثرين بيها،
لكن تدخلات الدولة وتدخلات الحكومة والتوجهات الرئاسية الحمد لله يعني بتساعدنا وبتساندنا بشكل كويس جدا، لكن بنتمنى زوال هذه الأزمة وإن هذه الحرب تتوقف وأن تعود الأمور لطبيعتها في هذا الوقت بإذن الله. ستعود السلع مرة أخرى وستنخفض الأسعار مرة أخرى إن شاء الله، لكن شايفين جهود جامدة جدا دايما في خطوات استباقية يا أستاذ علي من الدولة المصرية قبل صحيح. أي حدث كبير، علشان كده بيكون وطأة الحدث الحمد لله يعني هينة نوعا ما. طبعا زي ما قدرنا أن احنا نمتص أثار كوفيد-19 وعدت كورونا، فإن شاء الله تعدي هذه الأزمة، لكن نبقى عارفين أن احنا برضو لازم كلنا هنيجي على نفسنا شوية ونتحمل هذه المعاناة ونترقب انها ان شاء الله تمر على خير ان شاء الله. طيب خلينا ننتقل لخبر بقى الحقيقة مفرح يعني جدا، حيث في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية في التخصصات الطبية المختلفة، نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة. ويعتبر المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية هو المجلس المسؤول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية، بل والمتعلق بسلامة المريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات الطب. بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب القوات المسلحة، كما ألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية والتي توجت بالاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية بتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة. دايما الشهادات الكبيرة لما بتيجي من منظمات دولية وعالمية ليها وزن وثقل يعني، فهي لا تحمل أي مجاملات لهذه الكيانات، بالإضافة إن قواتنا المسلحة المصرية الحقيقة إن هي يعني مشرفانا دايما في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، فشهادة كبيرة جدا على مدى التطور في القطاع الطبي التابع للقوات المسلحة المصرية. فكيف تبعت هذه الشهادة وهذا التقرير وأي التطوير في هذا القطاع أيضا؟ إذا سمعت اسم القوات المسلحة في أي شيء النجاح، الجودة، التميز، شرف لي كمصري قواتنا المسلحة المصرية العظيمة. حضرتك مشروعاتنا القومية الكبيرة اللي العالم كله اللي تحققت في 8 سنوات كل العالم قاله من 20 ل 40 سنة عشان تتحقق في أي دولة أخرى. إذا رأيت القوات المسلحة خلاص أعلم أن الانضباط، الدقة، الجودة، التميز في الأداء. مصنع الرجال الكلية الحربية لي الشرف أن بروح كل سنة بحضر الحفلة بتاعة التخرج، مستوى عالي رفيع الأداء، لدرجة أفندم أن في زيارات لبعض الرؤساء لبعض الدول أحد السادة الوزراء دخل يقابل رئيس جمهورية إحدى الدول العربية قال له أنا من كام يوم قاعد قدام التلفزيون وشفت حفل التخرج في الكلية الحربية المصرية، قال له حاجة شرفتني أنا كرئيس دولة عربية، المستوى العالي لهذا الأداء. حضرتك الكباري اللي كانت بتقعد إنشاء الكوبري 8 سنوات و10 سنوات ومستنيين الموازنة والموازنة ما كفتش والسنة الجاية واللي بعديها، الكباري أنا من سكان مدينة نصر 6 أشهر شفت الدنيا اتغيرت كلها. مظبوط. أي شيء فيه حتى لو مجرد إشراف من القوات المسلحة، هذا عنوان النجاح والجودة، السرعة في الأداء، الجودة، الدقة، الإجادة، الإتقان، حاجة عظيمة وحاجة تشرف. لما اتعملت كلية الطب أقبل عليها أبنائنا من أميز أبنائنا أوائل الثانوية العامة للالتحاق، لأنه عارف إنه هيخش هيتعلم تعليم على أعلى مستوى، ومش على أعلى مستوى على مستوى مصر أبدا بقى فقط، لا على أعلى مستوى في الطب اللي هو في المملكة المتحدة والكليات اللي هناك، وبيتواصلوا معاهم وبيدونا شهادة جودة وبيعترفوا بأن شهاداتنا
معادلة لشهاداتهم، لا، ده حاجة تشرف مصر وحاجة يعني تستحق الإشادة بقواتنا المسلحة وتأكيد تقديرنا واحترامنا وإعزازنا بيها وبنجاحها المتواصل. أكيد درع الوطن ويحميه طول العمر، ربنا صحيح. يحفظ قواتنا المسلحة المصرية الباسلة اللي مش احنا بس اللي بنتشرف بيها زي ما حضرتك بتقول ان المنطقة العربية كلها والإفريقية ايضا بيتشرفوا بيها. طيب بذكر بقى الطب والصحة، احنا عندنا ملف هام جدا استاذ علي، يعني مصر قطعت فيه شوط كبير جدا بل واصبح نموذج يحتذى به في العالم كله، وهو قضاءها على فيروس سي. وده اللي إن لي الخبر التالي، حيث نظمت وزارة الصحة والسكان واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفيروسات الكبدية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، بحضور أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور نعيم القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. ومن جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: نهنئ مصر لأنها أصبحت في المقدمة لدورها في القضاء على ثلث أعداد المصابين بفيروس سي على مستوى 22 دولة بإقليم شرق المتوسط. وأضافت في تصريحات لها أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت السبب في القضاء على فيروس سي في مصر، موضحة أن مصر ركزت على الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر والتوعية والمتابعة والرصد والعلاج. وقالت إن تجربة مصر ثرية، وفي اليوم العالمي للفيروسات الكبدية نتكاتف ونوصل رسالة هامة للكشف المبكر على المستوى المجتمعي، وعلى أن يكون في عام 2030 قد شخصنا 90% من مرضى الفيروسات الكبدية. يعني شهادة كبيرة جدا وعظيمة، ويمكن بقى إحنا دي لمسناها بنفسنا كمواطنين في كل أنحاء الجمهورية. من منا لم يستفد بمبادرة 100 مليون صحة؟ من منا لم يطمئن من حوله واطمئن كمان على نفسه سواء في فيروس سي أو حتى الأمراض الغير سارية؟ كمية إحصاء وقاعدة بيانات هائلة جدا. يمكن يعني نتذكر جميعا أستاذ علي أن ما فيش أسرة مصرية تقريبا ما كانش فيها حد بيعاني من فيروس سي، وممكن يكون كمان أدى للوفاة في سنوات سابقة، ما كانش العلاج متطور، ما كانش الكشف بيكون مبكر، ما كانش عندنا هذه القدرة والإرادة السياسية القوية في القضاء على هذا الفيروس تماما. النجاح ده أكيد يا أستاذ علي ما جاش من فراغ، يعني حضرتك تقييمك لهذه التجربة واللي أصبحت تجربة يعني نموذج نجاح في العالم كله. لما حضرتك تتكلم مثلا عن فيروسات الكبد ومرض فيروس سي، كان كل سنة بيموت في مصر مئات الآلاف. يعني أنا عندي في مؤسستي التي أشرف برئاستها يمكن قبل 2014، قبل 2000 يعني في فترة التسعينات وأوائل الألفينات والفترة دي كلها، كل سنة كان يتوفى إلى رحمة الله من 3 إلى 5 أشخاص مصابين بفيروس سي. دي كعينة عشوائية، لكن قيسي حضرتك على كده في كل مصلحة وفي كل مكان وفي كل شارع وفي كل نجا وفي كل حي، مفيش علاج لفيروس سي بيؤدي إلى تلف تليف الكبد وبيتوفى صاحبه. طبعا اكتشفوا علاج بهذا الشأن، الدولة وفرته للمواطنين. جه المشروع العظيم جدا، مشروع 100 مليون صحة، وتم توقيع الكشف على المواطنين جميعا بالمجان وفي المصالح الحكومية. الشيء الجميل في هذا الأمر إن كان في ناس عندها فيروس سي ولا تعلم. ده كتير قوي يا استاذ علي. يعني أنا حضرتك عندي مثلا في الشغل في المكان عملي اكتشفنا 10 حالات لم يكونوا على علم على الإطلاق أن عندهم فيروس سي. العشر حالات خلال من 3 إلى 6 أشهر تماثلوا للشفاء التام ونسيوا الموضوع ده كلياتا. الحمد لله ونماذج كتير كده. ففي الحقيقة التجربة المصرية بهذا الشأن تجربة رائدة يشار إليها بالبنان. استفادت من خبرتنا ونجاحاتنا في هذا الشأن العديد من الدول الإفريقية التي بتعاني من هذا المرض، استفادت مصر، قدمت لها بالفعل خبرتها في هذا الشأن، وكذلك بعض الدول العربية. لكن الحمد لله حضرتك لما تنزلي لأهالينا في الوجه البحري أو في الوجه القبلي وتسألي إيه موضوع فيروس سي عندكم دلوقتي، هقول لك يعني إحنا بنحمد الله كثيرا، والجهود اللي قامت بها الدولة بالفعل بهذا الشأن
كللت بالنجاح والمواطنين بقت صحتهم الحمد لله أفضل بكتير. وتم إنقاذ حياتهم. لكن طبعا لو هتتكلم بقى عن بقية المبادرات الرئيسية الصحية، لا متى تبدأ المبادرات الصحية بشكل علمي وبشكل دقيق وبشكل محترم؟ منذ الوهلة الأولى لميلاد الطفل، أنيميا والتقزم وحتى جده مظبوط وما بينهما، كل الأجيال حضرتك يعني كان في الأطفال اللي هو عنده مرض في الأذن بيخليه بيطلع ما بيسمعش، وبالتالي قدرته على النطق والكلام ده كله بيتكشف على السمع عنده وصغير، قوقعة. إذا احتاج قوقعة بتتعمل له قوقعة بتصل إلى مبلغ كبير جدا بتتحمله الدولة. مسألة التقزم اللي عند الأطفال أو الأنيميا أو السمنة أو يعني كل الأشياء اللي ممكن تلحق أضرارا بصحة الطفل بتتم متابعتها وهو ماشي. كذلك الأمراض الكثيرة، الكشف عن سرطان الثدي، الكشف عن الأورام، الكشف عن الصحة، متابعة الصحة الإنجابية، كل هذه الأمور بتقدمها الدولة. أهالينا بقى اللي هم كبار السن اللي محتاجين عناية ورعاية خاصة وأدوية وكذا وكذا وكذا، كل هذه الأمور لا تألو الدولة فيها جهدا برعاية بالرعاية الصحية، لأن صحة المواطن شيء غالي جدا أكيد علينا كلنا وعلى الدولة وعلى الحكومة ودايما مصر وأهاليها بكل خير. الحقيقة أستاذ علي كمان وحياتك بتتكلم يعني في لفتة إنسانية راقية جدا مصر بتقدمها لضيوفها الكرام، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يريد أن يسميهم لاجئين، ولكن هم أطلق عليهم اسم ضيوف مصر الكرام. وضيوف مصر الكرام برضو استفادوا من مبادرة 100 مليون صحة، ودي كانت لفتة إنسانية راقية جدا من واستفادوا من حاجات كتير مظبوط زي التعليم وغيره، يعني مصر بتعاملهم لا تفرق كمواطنين مصريين. وعلى فكرة دي بتحظى بإشادة دولية كبيرة جدا، ولعل حضرتك تتذكري أيضا في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، المسؤولين الألمان كلهم في أكثر من لقاء مع السيد الرئيس أشادوا بهذا الشأن بالدور المحترم اللي بتقوم به مصر باستضافة اللاجئين وبحسن تعاملهم، وليس التعامل معهم كلاجئين ولكن كمواطنين مصريين ليهم كل الاحترام والتقدير. أكيد. طيب ننتقل لخبر آخر هام، ونقرأ نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم الإبلاغ عنه من إحدى شركات المقاولات والإنشاءات بسرقة 11 صندوق إشارات تراكات غير مفعلة وغير متصلة بالسيمافورات، ولم يتم تسليمها للجهات المختصة ويتم تأمينها بمعرفة الشركة لحين تسليمها، وذلك ما بين منطقة الشبانات وقرية صفط بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية. وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع هذه السرقات. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والأداة المستخدمة في الواقعة المشار إليها، وبالمواجهة اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم ببيع المسروقات لمالك شونة خردة وتاجري خردة سيئي النية. جميعهم مقيمون بدائرة المركز وأمكن ضبطهم، وبالمواجهة أقروا بصحة أقوال المتهمين، وأضاف أحدهم بإلقائه مجموعة من هذه الصناديق بإحدى الترع بدائرة المركز عقب علمه بضبط المتهمين وتم انتشالها، كما تم ضبط كافة الصناديق المفككة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العسكرية. الإحالة النيابة العسكرية هل تكفي على هذا الجرم في حق الوطن أستاذ علي؟ لأنه خبر مؤسف جدا، يعني عصابة ما سابتش، يعني ده ملك عام، ده مال عام، وصناديق الإشارات والسيمافورات. خلينا الأول نوضح للسادة المشاهدين أهمية هذه الصناديق في الحركة، يعني حركة السكك الحديدية. أولا لو حد سرق مواطن، أنا بزعل قوي لو حد سرقني وحضرتك، صح مظبوط، لكن ده سرق 105 مليون مصري. ده أبلغ تعبير الحقيقة أستاذ علي. أنت سرقت 105 مليون مصري، أنت ألحقت أضرار بالغة بمصر، كل مصر، مصر اللي أنت عايش في خيرها وعلى أراضيها وترابها وبتنعم بالحياة فيها. طبعا الإحالة النيابة العسكرية هي جهة اختصاص في مثل هذه الوقائع، الاختصاص الطبيعي ليها، وهي جهة قضائية محترمة وحتتخذ الإجراء القانوني الرادع وفق ما رسمه وحدده القانون في مواجهة مثل هذه الجرائم، حتى يتم تحقيق الربع ردع عام
وردع خاص لهؤلاء حتى لا يعودوا إلى مثل هذه الجريمة مرة أخرى. النشر شيء بالغ، والحكم أيضا هيبقى شيء مهم من الناس تكون على علم به حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة النقراء في حق المجتمع. دي معدات وأجهزة هتساعدنا لما تتركب في السكة الحديد للحيلولة دون وجوع، دون وقوع الحوادث اللي ممكن يكون ابنه فيها أو هو فيها أو أنا فيها أو أي حد لا قدر الله ممكن تودي بحياته. فالمال العام كلنا نحافظ عليه وكلنا حراس ليه وكلنا جنود ليه. أكيد وإحنا مغمضين في مواطنين شرفاء أبلغوا عن هذه العناصر الإجرامية إسرائيل مهم بها، وبالتالي إحنا من هنا من قناتنا التي تشاهد مشاهدة عالية وبرنامج حضرتك المحترم مشكرة. إحنا بنحيي أجهزة الشرطة المصرية على ما يبذلونه من جهد في الكشف عن هذه الجرائم والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة وأيضا الحفاظ على الممتلكات الخاصة. المجرم عارف أن في أمن قوي وأجهزة أمنية قوية ستلاحقه، ده في حد ذاته قوة أجهزة الأمن بتقف حائلا للحد من الجريمة. فأجهزة الأمن المصرية ورجال الشرطة من أول وزير الداخلية لغاية أحدث جندي في الشرطة لهم منا جميعا كل الاحترام والتقدير، وإحنا مدانين لهم بالفضل دوما. أكيد أستاذ علي، كل التحية والتقدير لرجال وزارة الداخلية على اليقظة وسرعة الاستجابة والحفاظ على أموال الوطن. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ علي حسن، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، على هذه القراءة التحليلية اللي أكيد كانت بتشملها العديد من المعلومات المفيدة. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. النهاردة بنودع عام هجري 1443 هجرية، ومن بكرة إن شاء الله الأول من محرم عام 1444 هجرية. الأيام دي بنعيش فيها أجمل الذكريات، علشان الهجرة النبوية الشريفة بتعتبر حدث فريد من نوعه في العديد من المعاني الإنسانية والروحانية المهمة جدا. محتاجين النهاردة كده نرجع نتذكر تاني لماذا هجر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، إزاي استفادت الأمة من هذه الهجرة. كل الأسئلة دي وأكتر إن شاء الله هتكون موضوع فقرتنا الدينية اللي مشرفنا فيها دكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. صباح الفل على حضرتك، وعود أحمد حج مبرور وذنب مغفور، وكل عام وحياتك طيب وبألف خير يا رب. إن شاء الله كل مشتاق، ربنا يعوض بالحج إن شاء الله، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين يا رب كده يكون عام هجري سعيد علينا وعلى أمة العربية والإسلامية وعلى مصر بلدنا الغالية وعلى العالم أجمع إن شاء الله، ويعمه الأمن والأمان والسلام والطمأنينة. طيب، يعني هجرة النبوية الشريفة حدث عظيم جدا فيصلي في تاريخ العالم أجمع. محتاجين نرجع نتذكر دكتور عبد الغني مع حضرتك كده أهم ملامح الهجرة النبوية الشريفة، لأننا محتاجين جدا جدا الدروس المستفادة دي نطبقها في حياتنا اليومية. صح. هو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو زي ما حضرتك أشارتي، مناسبة الهجرة من أعظم المناسبات اللي موجودة في تاريخ الإسلام، لذلك جعل التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية. يعني ليس أدل على ذلك من اختيار سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لهذا الحدث باعتباره أنه الحدث الأهم والحدث الأبرز في هذا التاريخ الإسلامي. ويمكن هنا نفرق بين أمرين في تناول السنة النبوية. هناك فرق بين التأريخ، تأريخ السنة النبوية سواء كان بالهجرة أو بميلاد سيدنا رسول الله أو بالإسراء والمعراج أو بالنصف أو رمضان أو موسم الحج، وهناك فرق بين التاريخ. الدلالات التي تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست دلالات تاريخية، يعني ليس الهدف منها أن نتذكر التاريخ وأن نسرد التاريخ وأن نتحدث في التاريخ، ولكن الهدف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المواقف المؤرخة هو أن يستمر ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقفه معنا في كل لحظة وفي كل وقت. يعني انتقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشقة التي تحملها سيدنا رسول الله، يمكن حضرتك أشرت في البداية احنا راجعين من الحج، كل واحد ذهب للحج يعلم المشوار اللي هو بيقطعه
من مكة للمدينة أو من المدينة لمكة، وهو بيبقى راكب الأوتوبيس، أو دلوقتي بقت في وسائل القطار أو في وسائل حتى الطيران الأسرع، بيتحمل مشقة، فما بالنا بالمشقة اللي تحملها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأمة ومن أجل هذه الرسالة، بل ودعيني أقول أنها من أجل كل الإنسانية. لأنه في الحقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دعوته رسالة لكل العالمين، رسالة لكل الإنسانية، بل للحجر وللشجر وللحيوان، رحمته صلى الله عليه وسلم وسعت كل شيء، لذلك كانت دعوته صلى الله عليه وسلم لكل شيء. لذلك لابد في البداية أن نفرق بين أن نتذكر تاريخ الهجرة باعتبار أننا نسر التاريخا، وبين أن نتذكر قيم الهجرة ومعاني روحانية باعتبار بالضبط، باعتبار أنها قيم وباعتبار أنها أسوة حسنة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرف سيدنا رسول الله. تلك هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في الحقيقة هناك أمور كثيرة جدا تجمعت في هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه الدروس والعبر التي تجمعت في هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نظرة المخطط والقائد والزعيم إلى وطنه، نظرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنينه وحبه إلى مكة المكرمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حتى قبل في بداية البعثة، عندما ذهب إلى ورقة بن نوفل وأشار إليه بأنهم سيخرجون، فقال سيدنا رسول أو مخرجي هم، في إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى مسألة صعوبة فراق الأوطان والخروج من الأوطان، خصوصا عنوة، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يخرج منه مختارا، ولكن الخروج عنوة. ولكن في الحقيقة هناك أيضا وفاء آخر من نوع آخر، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد فتح مكة ظل صلى الله عليه وسلم يقيم في المدينة، وهي فيها إشارة إلى مدى الوفاء الذي حدث بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المدينة المنورة. كان الطبيعي جدا أن سيدنا رسول الله في سنة 8 من الهجرة في فتح مكة يعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهو يعود منتصرا وعلى رأس جيش وكذا وكذا، ولكن وفاء منه صلى الله عليه وسلم بالوطن الذي احتضنه واحتضن الإسلام واحتضن المسلمين، استقر صلى الله عليه وسلم وظل صلى الله عليه وسلم مستقرا في المدينة. فالإشارة الأولى في هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى علاقة القائد والمخطط بوطنه ومدى هذا الانتماء. الإشكالية الثانية والإشارة الثانية في هجرته صلى الله عليه وسلم هي مدى الإخلاص ومدى أن يكون العمل الذي يتعلق بالاستمرارية وببناء، نحن نتحدث عن 1444 عام، لن نستطيع أن نبني هذا البناء الذي استمر 1440 عام بدون إخلاص. شوفي الحالة التي كانت بين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه حتى مع خصومه حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، بل دعيني أقول أنه كان هناك حالة في من الحالات التي تذكرنا بواقعنا الذي أقول للأسف الشديد الأليم، عندما سأل أبو جهل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت، وكانت السيدة أسماء بنت سيدنا أبو بكر في هذا البيت، فعندما أخبرته ضرب السيدة أسماء ووقع قرط الحلة اللي لبسها السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، فبعد ما ضربها قال لها استري، يعني بهذا المعنى استريني حتى لا أعاير بين العرب بأنني ضربت امرأة. يعني في هذا الوقت اللي يصل بين الحال في التربية ان واحد يهين حتى يقتل امرأة في الشارع وفي امام الشارع. شوفي الرجل ابو جهل الذي ورد بذمه في القرآن والكافر والمشرك الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يعني خبي علي ان انا ضربتك بالألم حتى لا اعاير بها بين العرب، كاعتبار ان اهانة الرجل للمرأة هو شرف للرجل، وباعتبار أنه لا بد أن يحافظ على شرفه ولا يقال عنه أنه مد إيده على امرأة أو أنه ضرب امرأة. شوفي مدى هذا الرقي من الكافر من المشرك الذي لم يؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فكرة ما فعله سيدنا أبو بكر، وهو أمر لا بد من الوقوف
عنده وهو التضحية. كيف تكون التضحية؟ وده في الحقيقة مبدأ التضحية بيخلينا أيضا زي ما قلت حضرتك، يعني لنا منهج دايما في برنامجنا ان احنا ناخذ الجانب النبوي ونضعه على الواقع، بالواقع بواقع الحياه. لما تجد الناس داخله النهارده مثلا على وسائل السوشيال ميديا تتكلم على العلاقه اللي بين الازواج وفي البيوت واللي تبنى عليها الاسر، مظبوط، انا للاسف الشديد دايما وابدا اول حاجه يعني بتيجي على ذهني كاننا داخلين في الاسلام جديد. التاريخ بقى الهجر ده بيذكرنا يا جماعه الاسلام نرجع لقواعدنا بقى السليمه، لا وكل واحد يفتكر يا جماعه الاسلام دخل بقى له 1444 سنه، مظبوط، بقى له 1444 سنه ارسل قواعد اللي على اساسها الرجل يختار المراه واللي على اساسها المراه تقبل الرجل. احنا شايفين في خناقه كبيره دكتور عبد الغني على السوشيال ميديا على قائمه المنقولات وعلى مين القائمه يتم الغائها، العروسه ما تجيبش حاجه في الجهاز، عندنا يعني خناقات كتيره يمكن احنا نتطرق ليها دلوقتي في ظل واحنا بنتحدث عن القيم الايمانيه الروحانيه في الهجره النبويه الشريفه. ما هو ده نفس الموضوع اللي له علاقه بهجره سيدنا رسول، نفس اللي هو ايه، للأسف الشديد لازم كل إنسان منا لما يجي يكلم الناس، لما حضرتك تطلع في رسالة إعلامية، لما الإمام يطلع يكلم الناس في المسجد، المدرس هو في المدرسة، إحنا عايزين نوصل لإيه؟ من المفروض إن إحنا المجلس القومي للمرأة والوزارات والهيئات والإعلام عايز يوصل لاستقرار الأسرة. طب عشان نعمل استقرار الأسرة نخلي عنصر في الأسرة ينتصر على عنصر ويعاديه، ولا من المفروض ان احنا يبقى في حالة سلام داخل الاسرة؟ احنا الخطاب اللي احنا بنقوله كله خطاب عدائي، الخطاب اللي احنا بنكلم فيه ان احنا عايزين المرأة تبقى فوق الرجل، او الرجل يبقى فوق المرأة، او هذا ينتصر على ذلك، او ذلك ينتصر، فين ده؟ فين علاقة المودة والرحمة؟ فين العلاقة اللي بتقوم الاساس بتاعها بيقوم على المودة والرحمة؟ الاسر زمان اللي كانت اكثر فقرا كانت اكثر استقرارا. الموضوع ملوش دعوة بالجانب المادي، الموضوع له علاقة بالأطماع وكل واحد بيكذب على الآخر، وده ما كانش موجود. شوفي لما كان في صدق بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا أبو بكر، خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الرجل الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لما لحق الفرس غاصت في الرمال. في حاجة ولا تحزن إن الله معنا، أيوة، الإخلاص والصدق والتوكل على الله. فانت اي مجتمع انا عايز ابنيه؟ عايز ابني مجتمع يقوم على المواد والرحمه، ولا انا عايز اخلق داخل الاسر صراعات؟ ده السؤال على فكره اللي احنا لازم نساله البعض. لازم الاب، ما هو في النهايه لو افترض ان انا عندي ابناء، ما هو انا هجوز بنت، مظبوط، وعندي بنت، ولو انا افترضت ان انا عندي بنت، ما هو انا عندي ابناء، يعني وهكذا. لابد ان احنا نعرف ان التعامل داخل الاسر هو تعامل سلف ودين زي ما بيقولوا. ما فيش يبقى فيه ظلم ولا فيه تعدي. انما حاله ان احنا طول الوقت انا عايز طرف ينتصر على طرف وطرف يتحمل الاطراف اللي هي موجوده، عشان كده شوف المعيار النبوي بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقلهن مهرا اكثرهن بركه. في حاجه يا جماعه في البيت اسمها البركه. في حاجه يجي النهارده يعملوا معركه هي الزوجه تخدم ام، ويقولوا ده اصل الشرع طالع يقول ان هي ما تخدمش. طب وفين التراحم؟ وفين ان هي لما تنتقل لاسره هي امها؟ وفين ان هي لما تنتقل لاسره الام الثانيه اللي امه؟ الهجره النبويه هجره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمناسبات الدينيه لابد ان تكون مناسبات تعيش فينا. لما تجدي بعض يعني لا اقول الناس تخرج الايام دي ويقولوا اصل الناس ما تصليش في الجوامع اللي موجود فيها اضرحه. بعد ما الأضرحة موجودة بقالها 1400 سنة في الجوامع، مظبوط، والناس بقالها 1400 سنة بتصلي، وأعظم علماء الإسلام صلوا في هذه الجوامع، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت في المدينة مسجد سيدنا رسول الله، في سيدنا رسول الله إمام المسلمين، وفي سيدنا أبو بكر، وفي سيدنا عمر، ونحن نصلي أمامهم. يطلع ناس النهاردة تتكلم الناس حالة الانفلات اللي خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي، وخلقتها ان الانسان طالما عنده متابعين فهو له حق يقول اي كلام،
مظبوط، لازم تتوقف. هو ده بقى دي ده الهدف، ده الهدف من وجود حضرتك دكتور عبد الغني، اهل العلم يعني في الحديث عن هذه الامور. طب في دقيقه كده دكتور عبد الغني، رساله حضرتك لكل اللي بيشاهدنا دلوقتي في بدايه عام هجري جديد، ايه اللي انا استخلصه من الهجره النبويه الشريفه واعيش بيه طول الوقت؟ هو الهجره النبويه الشريفه لابد ان يكون شيئا يعيش فينا وان نتذكر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ده رقم واحد. رقم اثنين، لابد أن تكون علاقتنا بالإسلام ليست علاقة ظاهرية، العلاقة بالإسلام كما بنى عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيت عليها الدعوة الإسلامية هي علاقة إنما الأعمال بالنيات، علاقة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. لابد لهذا القلب أن يتأثر بسيدنا رسول الله، ولابد أن نشعر في تعاملنا وفي صلاتنا وفي زكاتنا وفي حواراتنا مع بعض وفي عشتنا في المجتمع أن نشعر بأن قلبنا تأثر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. وكما يعني قلت في بداية كلامي، لا بد أن تعيش فينا الهجرة، ولا بد أن تكون الهجرة لسيدنا رسول الله مستمرة، هجرة الذنوب والمعاصي، الهجرة من المجتمع الغير منظم إلى المجتمع المنظم، الهجرة من السلوك العشوائي إلى السلوك المنضبط، الهجرة من ان صوتنا ما يرتفعش على ابائنا وعلى امهاتنا وعلى الاكبر منا وعلى المدرس وعلى اصحاب الحقوق علينا، هذه هجرة لابد. الاخلاق السيئة اللي اصبحت منتشرة البعد عنها هي هجرة، كل ذلك هي هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني أحسنت دكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بشكرك شكرا جزيلا. وبضيف يعني بضم صوتي لصوت حضرتك إنه دايما في الأعوام السابقة وبداية أعوام جديدة محتاجين إن احنا لحظة كده نراجع فيها كل حاجة بنعملها في حياتنا علشان نبدأ كده بداية جديدة تكون موفقة علينا جميعا إن شاء الله. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، بكده بتكون انتهت فقرتنا الدينية، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا ولكن بعد هذا الفصل. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح البلد. الحقيقة ان الانشاد الديني والابتهال دايما كده بيخلي الروح والوجدان بيعيش في حالة من الهيام والحب والتقرب الى الله عز وجل. واحنا عندنا الحقيقة يعني اجيال من العظماء في هذا الفن، اباطرة وعمالقة في يعني في الانشاد الديني زي الشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار وغيرهم من عمالقة الانشاد والابتهالات الدينية. احنا في الايام الجميله دي بنحتفل بالعام الهجري الجديد، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. هنقضي دلوقتي دقائق جميله مع المنشد المبتهل الشاب احمد عادل اللي منورني النهارده في صباح البلد. صباح الخير عليك. صباح النور على حضرتك وعلى المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب وبخير يا رب. خلينا كده الاول نصبح على الناس بانشاد او ابتهال زي ما تحب كده، صبح عليهم نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. تمام. كل سنه وانتم طيبين طبعا، يعني بمناسبه خلاص يعني الساعات الاخيره في السنه الهجريه اللي يعني الماضيه، ونستقبل ان شاء الله مع بعض يعني سنه جديده من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. ويعني طبعا يعني المناسبه تستدعي ان احنا نبدا بانشاد يعني نمدح فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني نبدا بيه. اتفضل. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك برضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قل لي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفه لو حقيقي
هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. ده انا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين، طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة، إني أزور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. لا بجد برافو علي، افضل الصلاه والسلام. ويعني ايه الجمال ده؟ شكرا. احمد احنا عاوزين كده في الاول نعرف انت ازاي دخلت يعني وخدت طريق الابتهال والانشاد الديني، وانت اصلا في الاساس مدرس لغه انجليزيه، يعني ازاي عملت ده؟ هو طبعا هو الانشاد جاي قبل الدراسه بكتير. يعني يمكن الواحد كان اكتر الحاجات اللي تاثر بيها كان سماعه لاذاعه القران الكريم طول الوقت ان هي شغاله، وبالتالي يعني اعتقد يعني زي ما كنت بدات الحلقه اباطره الابتهالات ان الواحد كان بيسمعهم من الشيخ النقشبندي ونصر الدين طوبار وغيرهم من العمالقه، فاعتقد يعني اي حد هيحس ان هو متاثر بالحاجه اللي هو بيسمعها دي، فيمكن دي كانت البدايه انه يعني الواحد يعني حابب حاجه زي كده ان هو يسمعها. مع الوقت بيبدا يتدارك ان هو في يعني موهبه كويسه، طبعا مع الاذاعه المدرسيه الواحد صغير جدا، فدي برضو كنت بتتصدر الاذاعه المدرسيه يعني كان يعني كانت البدايه، يعتبر ان هو لا يعني في صوت كويس. مع الوقت بقى يعني الواحد لا يعني نصر الدين طوبار كمان تحديدا كان يعني اكتر المبتهلين اللي انا اتاثرت بيهم، وبالتالي بقيت انا يعني انا عايز اقول حاجه زي نصر الدين طوبار، حاجه قريبه من نصر الدين طوبار، فالواحد بدا يسمع. يعني هو من يعني مثلك الاعلى في الانشاد الديني. هو يعني الاساسي طبعا مع الاحترام ان الاختلافات وتنوعات برضو مشايخ الانشاد الديني، لكن نصر الدين طوبار حاله روحانيه مختلفه. تمام. فيعني الواحد بعد كده حب ان هو لا يسمع، بعد كده الواحد يبدا يكتب الابتهال اللي هو بيسمعه ويحاول ان هو يقوله. ومن هنا بدا الواحد ان هو يحب اكتر فكره الابتهال تحديدا. يعني انت ابتديت وانت عندك كام سنه تقريبا؟ يعني البدايه ممكن نقول مع نهايه المرحله الابتدائيه مثلا، في موضوع ان انا اسمع الابتهالات وابدا ان انا احاول ان انا اقول الابتهالات، مع الوقت طبعا ويعني مع التمرين ومع طبعا التشجيع اكيد برضو من اهلك شجعوك في البيت طبعا، والناس اللي بتسمع تشجع على حاجه زي كده، ده اكتر داعم اكيد للاستمرار في حاجه زي كده. وزاد مع الوقت ومع ان الواحد بيكبر وبيسمع اكتر وبيفهم اكتر، زاد حبه للانشاد والابتهال الديني. بعد كده جت الدراسه يعني الكليه ولغات الترجمه، بعد كده حبيت مجال التدريس، فبقى اصبح التدريس هو الشغل، ولكن اصبح الانشاد. يعني انت بتمارس مهنه التدريس. بالظبط. انا يعني ده تدريس ده كشغل، والابتهال هو الموهبه، فبالتالي هو الهوايه الجانبيه مع حاجه زي كده. يعني حاجه جميله جدا. ايه رايك نسمع حاجه تاني؟ تمام جدا، يلا بينا. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، قد
قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا. وجميل سيدنا النبي وجميل. الله يا احمد، يعني من الحاجات اللي انا بحبها جدا الاناشيد اللي فعلا يعني بتاثر كده وليها يعني روحانيات جميله الحقيقه. حقيقي فعلا. فاختيارك احييك عليه الحقيقه. ده كان لازم. طيب هل بقى فكرت ان انت تدرس موسيقى، تدرس مقامات، ولا بس اكتفيت ان انت عندك موهبه؟ لا يعني صراحة يمكن أنا في فترة كده من الفترات، يعني قبل ما الواحد بقى يدخل في الكلية وشغله يعني والحياة العملية أكتر، كان الواحد بيفكر في الموضوع ده. بس يعني يمكن يعني دخلت كده عملت تجربة، ولكن يعني أنا ما حسيتش صراحة يعني الموضوع. أنا يمكن يعني أنا عارف إن يمكن الإيه يعني الدراسة بتثقل الموهبة، لكن يمكن أنا ما سبحان الله أنا يمكن أنا حابب الموضوع إن هو جاي يعني بالشكل ده، يعني بالشكل البسيط ده من غير الدراسة، معتمد طبعا أكتر على السماع. أنا حد بيسمع جدا، وده يمكن أكتر حاجة بتفرق معايا. طبعا بعد كده الواحد بقى بيدخل في الحياة العملية أكتر، فغصب عنه يعني بيتاخد من من. طب هل نفسك او بتفكر مثلا ان انت عامل بلان ان انت ممكن تدرس مقامات موسيقيه وتدرس موسيقى عشان تقدر تثقل من موهبتك؟ يعني ممكن يعني ممكن بس يعني في حاله ان انا اقدر ان يعني الواحد يوفق شويه ما بين فكره الشغل يعني والجزء ده، وان يكون في حاجه تبقى مناسبه اكيد، يعني حاجه زي كده اكيد الواحد يحب ان هو يعملها، يعني من باب اللي هو يعني التعمق اكتر في حاجه زي كده، يعني بحيث ان هي ما تبقاش بس معتمده على السمع وبس. طيب مين من المبتهلين بقى الشباب كده الموجودين على الساحة دلوقتي انت بتشوفه ان هو بيفكرك بحد مثلا مبتهل قديم، مبتهل من اللي احنا كنا بنسمعهم زمان مثلا في إذاعة القرآن الكريم؟ مين من الشباب موجودين دلوقتي في الساحة تقدر تذكر اسمه؟ هو انا يمكن يعني في البداية يمكن كان مصطفى عاطف، كان كبداية كان في الاتجاه ده، يعني كان بيقول ابتهالات للناس القديمة وكده قبل ما يدخل بقى في جزء الانشاد الديني، ويعني والجزء الخاص شويه ماهر زين او الجزء ده. لكن يمكن انا بشوف ان يعني اغلب الشباب حاليا في الانشاد الديني محدش مركز على احياء التراث، او ان هو مثلا يبقى بيقول حاجه من الحاجات القديمه، غير يمكن اعتقد نوادر يعني. يمكن عشان كده انا بالنسبه لي يمكن بحب جدا ناصر الدين طوبار، فحتى يعني في اغلب الاوقات لما بحب ان انا اؤدي حاجه بتبقى برضو ناصر الدين طوبار، من باب الحب رقم واحد، وفي نفس الوقت برضو احياء وتذكير للناس. طبعا الناس ما بتنساش، ولكن تذكير وتاكيد للناس على يعني قيمه وقامه وموهبه وروعة شيخ زي نصر الدين طوبار رحمه الله. أكيد أكيد. أحمد عادل أنا بشكرك جدا، وبجد كنت سعيدة جدا بلقائي معك. بنشكر أحمد عادل، لكن عاوزين كده قبل ما أختم نختم كده بنشيد أو ابتهال منك للناس، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وخلوني أختم أنا بقى قبل أحمد عشان هيختم معاكم، إن احنا بكرة نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من صباح البلد، لكن الختام هيكون مع أحمد عادل المبتهل الشاب. اتفضل.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.